عند النقر المزدوج في شانل التيمبو على أي خلية تفتح لنا النافذة الموجودة الآن أمامنا، وهي خاصة بالتحكم في السرعة، وكما يظهر الآن أمامنا تحديد سرعة العرض، وهي تبدأ بالقيمة 30، ويمكن رفعها إلى القيمة 999 فريم بير سكند أو فريم لكل ثانية، ويمكن تقليلها حتى الحد 1 فريم في الثانية. ومن الجدير بالذكر أن السرعة المثلى تتراوح بين 12 و 25 فريم في الثانية، ويمكن من خلال نافذة التيمبو التحكم في إيقاف الهيد على فريم معين لفترة معينة يمكن التحكم فيها. كذلك يمكن عمل إيقاف حتى يتم النقر بالماوس أو ضغط مفتاح في لوحة المفاتيح. كذلك يمكن عمل انتظار على كيو بوينت أو ماركر في الصوت، كما يظهر الآن أمامنا أسماء الماركرز أو الكيو بوينت المسماة داخل ملف صوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ